الاخوان السلام عليكم، عدنا لكم بحلة من جديد ان شاء الله يا ربي من مراكش يا تلفاس ومن فاس تلتاونات ورشاحين ديالي والباكاج محملين بالباكاج وان شاء الله يا ربي تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر ما تسبلوا والو وعيشوا معنا اللحظه حرف حرف. يلا سيدي من هنا دابا ان شاء الله يا ربي باش نكون معكم باش تعرفوا فين نمشي بعدا. راه الموطور ما غاديش نمشي به من هنا لفاس، يعني غندي في الكار، ولكن عيشوا معنا اللحظه كيفاش غادي نحط الموطور وكيفاش غادي نديه. ومن فاس ان شاء الله يا ربي التاولات غتكون ديك الساعه رحله بالموطور. يلا سيدي على بركه الله. الكتب يا الدراري كتبان سبحان الله، مني ما مشيت اي بلاصه نمشي لي لا بتبلغ الكتبيه. المهم دابا نتوما تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر ما تزبلوا والو، بلاش معكم اللحظه. دابا كاين جوج طرقان، واش نمشي من هنا على الكتبيه وجامعه فلون نهبط، ولا ندور مع الهبطه من هنا باش نوصل للمحطه الطرقيه. هذا الكلام مع داير مع واحد السيد صاحبي عنده كار الشيفور ديالو هو اللي بيدي لي الموطور غير باش تعرفوا، ماشي باش نمشي به بالموطور من هنا لفاس، يعني من هنا لفاس غندير الموطور في الكار، ولكن من فاس تاونات داك الساعات باش نمشي به هكا يعني كنصوب. سلام شويه عليك الا بغيت نوصل. انا هبطوا الدراري، شوف انا هبطوا من هنا، شوف هنا في مراكش عال هي لا تيصبوا. واو 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 جا فينا المد هذا النافورة. سمحوا لنا على حساب الصوت، هاكاين العجاج هاكاين ماشي مشكل، بس صبروا معنا. اشوف اشوف على كاسك لاقي بحال شي من الحرب، والله الا نقول جاي من عند ديال مخزنيه ديال هتلر، ديال عسكر ديال هتلر. عندي الكاسك، عندي الكاسك مزيان، ولكن هذا باش قيدو باش نجيكم من الاخر. هذا سيدي قيدو على حساب باش ما يخسرليش الشعر، ما هذاك ها هو ها هو فاهم معلق. دابا الاخوان وصلنا لباب التكاله، ها هو. المهم الاخوان حنا وصلنا لباب التكاله، دابا غندخلوا ما عرفناش منين وين ندخلوا، والله ما طرا من هنا طرا من هنا. تقاولبت تقاولبت، هذه ماشي ماشي هذه يدخلوا منها على الراجلين، هذه يدخلوا منها الراجلين. وا مشكل تمشي من ليهين. ها هي المحطه باب التكاله مراكش صح. ولكن تقاولت تقاولت ماشي مشكل، بنزل من هنايا وبندور بالدور من لي. والله العظيم الا سوق معذب، عرفتي ماشي معذب على حساب السوقان، سوق بوحيد وعندي تقال الالعي ما مزيرش هذوك المانيطات اللي عندي اللور. صباح السلام، بنمشي بنجيب الدور من هنايا وبندورو على اليمين. ها انتم الاخوان البلاصه اللي بندخل منها، خلص 3 دراهم هنا، الا بغيت تخلص خلص 3 دراهم. المهم الاخوان وصلنا للمحطه، دخلنا خلصنا 5 دراهم، ما بقاش 3 دراهم. دابا سيدي دابا نوريكم الكار اللي ان شاء الله يربي باش تفير الرحال، وهذاك اللي من ورايا هذاك راه باب الله اللي في السفر ولون الدرهم. احنا دابا في المحطة، ها هي المحطة، هذاك هو اللي غنسافر فيه لاصق الله، نحط فيه الموطوري وها الشاحنة ديالي. ها هي خلص خلص 5 دراهم باش نعرف الفرق، خلص 3 دراهم ولا خلص 5 دراهم، ما علينا. يلاه عيشوا معنا صراحة الإخوان زمثونا الموطور مخلصين عليه 3000 ريال باش يطلع هنا مع هذا. ها هو باقي واقف، واش راه زعما كليان ديالو حنايا، لكن ماشي مشكل. هذا هو الكار الاخوان، المسائل ديالنا هي هذه. وهنا الاخواني سالينا الموطور طلعناه، ولكن واخا صراحه بان تكررت، ولكن ما عندنا ما نغيو. المهم دابا نتوما تبعونا حرف بحرف، وان شاء الله يا ربي تنطلبوا الله السلامه ولا سخر الله هنا الفاس. المهم الاخوان كملوا معنا الفيديو حتى الاخر وما تزبلوا والو، وان شاء الله يا ربي باش نعيشوا معكم لحظات واعره. الصراحه الله احساس زوين وانت مسافر، ولكن المشكله هو انه كاين الشفره. اصلا بالله كنصحكم سيروا في التراب، انا راه اللي خلاني نسافر في الكار هو الموطور، هذا هو الاساس علاش انا مسافر في الكار. الموطور بغيت نجيبو في الكار لفاس، وان شاء الله يا ربي نتلاقاو في فاس نشوفو في ساعه بخير. هذا هي المحطه الفيران، او كملوا معنا الفيديو حتى الاخر وما تزبلوا والو. المهم الاخوان بعد ما حطينا الموطور ديالنا والمسائل ديالنا، دابا غنمشيو نقلبو فين نديرو شي قصياص، يعني السفر راك عارف انت الانسان يكون واكل مزيان. دابا
دابا نجيبو بكم جولة في المحطة ديال مراكش. يعني عايشوا معنا اللحظة وتبعوا حتى الاخر ما تزبلوا والو. دابا ديال المحطة وان شاء الله يا ربي نطلبوا الله التيسير والسلامة في هاد الصفيرة. المهم شنو نقلبوا ما ناكلوا صراحة والله إلا ضرنا الجوع بالله. الصباح هنا صاحبي غنكابلوا الموطو الغلا صاحبي والله العظيم. إلا كننصح أي واحد ما يسافرش في الكار يعني يمشي في التران حسن ليه، يمشي هاني مع راسو صاحبي. وبعدا شينا اللعيبة باش كنصورو تيليكوموند حبس الفيديو وطلقوا. المهم نكملوا معنا الفيديو حتى الآخر ما تزبلوا والو وإن شاء الله يا ربي. دابا باش نقلبوا ما ناكلوا. هانتوما الإخوان مشينا باش نخرجوا من المحطة. وتخيلوا معايا إلا بغيت تدخل المحطة خاصها تخلص 5 دراهم. يعني باش تخلص 5 دراهم وداخل المحطة راه مصيبة صاحبي، راه حشومة كاع. ودخلنا دابا وسيبنا داكشي مزيار. دابا غنمشيو عاوتاني نقلبو منين نخرجو باش ناكلو الخبز صافي كامل. يعني باش نمشيو ناكلو الخبز. عيشوا معنا اللحظة لحظة بلحظة. سمحوا لنا الإخوان إلا كان الصوت يوصلكم ناقص لأن مشكلة عندي خاصني الميكرو. المهم دابا خرجنا على برا المحطة. هانتوما كيف تشوفوا عارف واش غيبان لكم داكشي مزيان، ولكن راكم عارفين الحرارة والجماشي ديال التصوير. المهم دابا بان نمشيو نقلبو ما ناكلو. بان نمشيو وحدا صافي صافي والله ما عرفناش منطق باش ندواش من هنا ولا نمشيو من هنا صراحة. الإخوان عم غمار معاكم هنا. أنا كاين الشفارة، كاين الشفارة والمخارة، وهذه هي المحطة. ها هي محطة باب التكالة وهنا الطوبيسات. ما عرفتش واش غيبان لكم داكشي لأن الشمس الشمس بزاف. والمهم الاخوان شوفوا هذا راه بدايه. دابا انا باقي ما بديت ان شاء الله في البلوكات واللايفات وداك الشيء ان شاء الله ربي بكم قرابين كل شيء بكم. وتبعونا داك الشيء حرف حرف تدريجيا. دابا انتم كنشارككم معكم المحطه هي هذه. نمشيو ان شاء الله يا ربي نقلبوا ما ناكلوا. ما عرفتش واش يوصلكم الصوت يعني 100%، ولكن المهم انتم قبلوا باش انا موجود. واحد هوندا دابا يشريها فكرتوني حاط الباكاج وما شاد لا ورقه لا والو. يعني الا بغى ينكرني ينكرني. ها المحطه من الفوق اخي بحاجه هي المحطه هذه فيها الكريساج. الكريساج بالعلال يعني صراحه الدار هذاك الشيء فيه ديك الشيء عين باين. وما عندك ما بقي. انا دابا عندي موطور بغيت نسافر خصني ندي معايا الموطور يعني اش باقي راه ضروري خصني نخلص. ولكن دابا كيعطيوك واحد هذا المشكل صاحبي يعني مغالف كنمشي معاه شحال هذا يعني في واحد الوقت كنت نشري حوايج من هنا. وما غاديش يبان لكم داكشي مزيان غادا كامله طول هذه الحوايج صراحه. ما كنتقش الاخوان لان هنايا كاين شويه زيت النصب داكشي باش نحيد التليفون لان عندي التليفون ما شادوش بيدي يعني شادو بعض الاله الصغار داكشي باش ما مامنش 100%. الاخوان المهم بعد ما قلبنا على الماكله صراحه ما بغيت نصور لكم لان كاين واحد البلاصه دخلت لي لا فيها صاحبي الشم كاره فيها الشفاره يعني ما قدرتش نصور لكم. المهم صراحة مشيت لواحد البلاصة لقيت فيها واحد اللعيبة سميتها باولو. واعرة واعرة صراحة فاش كان واحد الأكلة سميتها باولو هي الشحماء. الشحماء ماشي الشحماء عرفت شناهي هاديك اللحم فرتتها و تاي مطيبة مزيان و تايجيبو واحد الكاغيط ورقة و تيحطها و تيحطلك على ديك الفرتت ديال اللحم بحال الشحماء بحال اللحم والله ما عرفت. و كيجيب النص ديال الخبز و كيخشي في ديك الكامير سميتها باولو. واحد الاكله يا سلام كاينه في مراكش. بغيت نصور ولكن اخوتي ما قدرتش لان كاين تما بزاف راكم عارفين تما الشماكريه والشفاره والكريستال ما بغيتش. دابا التليفون ما شادوش سيدي يعني شادو في داك اللعبه ديال سنيتو ديال التصوير. وهنا عيش معنا اللحظه الطويصات وداك الشيء حرف 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 انا ما زقلو والو. دابا ان شاء الله يا ربي بنمشي بنقي واحد القهوه ان شاء الله يا ربي. انتما المحطه كي دايره عامره مراكش عامره صاحبي عامره تلفه ما كتلقاش بلاصتك. غنمشي نشوف واحد القهيوه بندير واحد القهيوه واش ندير لا ماشي واحد القهيوه زوينه هي هادي. وكاينه واحد القهوه اخرى كاينه واحد القهوه اخرى فين هي ها هي ها هي نوريها راهي من ورايا هذيك قهوه زوينه والله ما عرفتش. شوفوا اين واحده بالريحه فيها غروب. قلنا جبنا واحد الجوله الدراري في المحطه ما كنصورها بيدي. جبنا واحد الجوله دابا الباشا كثير المحطه ما عندك ما تصور فيها كيف بنادم راه تمشي تصور ولا فين اصبح معاه. شو نشوفوا دابا الموطور شوفوا المساوي اللي باقا بلاصتها غبرنا عليهم ما عندنا حتى شي وثيقه تثبت ذلك. هذا هو الكار اللي بمشي فيه بالله
لا سخر الله الزحام، والله الا الزحام راه مبعد عليهم. ايوا واحد شويه ان شاء الله ربي بنطلع الكار. اخوان ركبت في الكار ولكن ما كانش عندي كيفاش كنصور، ما عارفين دابا الضغط والوشر والزحام غير بدا بيت قلق. المهم وصلنا واحد البلاصه، واحد ستاسيون فيها شي ديال الماكولات اللي بيت عشاء، والله ما عرفت شنو البلاصه دي. المهم عارف نوصل خاصة بشي العشاء. ايوا ان شاء الله يربي نشوفكم عاوتاني منين نوصلوا لفاس. لا سخر الله اخوان، السلام عليكم. يلا وصلنا لفاس، يلا تحطينا دابا العاصمة العلمية. وصلنا نرتاحوا شوية عاوتاني ونكونوا ان شاء الله يربي نفهموا الناس. المهم الاخوان شاركوا معكم المرينين، سمحنا ما صورنا لكمش هاد النهار فاس، نعسنا راكم عارفين ارتحنا شويه. وان شاء الله يا ربي عاوتاني تتبعوا البلوكات اللي بيجيو ان شاء الله. تحياتي.